ليز عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية في لبنان منذ سنوات، تعيش مع طفلتها ابنة السنوات الخمس التي تحرص على إخفاء وجهها لأن إقامتها ليست قانونية. لكن القضية ليست هنا، تبدأ منذ سلمها الأمن العام لمؤسسة كاريتاس ولم تمكث في بيت الإيواء سوى 3 أيام. بعد الأم العام قادون على كاريتاس لأنه مع بنت ما فيها تتحبس بالأم العام. كاريتاس استلموني، كاريتاس دلت كلت أيام. إيه وبعد؟ بعد كلت أيام هربت. ليه؟ لأنه بنتي مرضت، عم إيه؟ تستفرق، ما عرفت المشي، عم بيقولوا نعطوني دواء بانادول عم بيعطوها، بانادول شو بيعطوها؟ مش قلبي بانادول بيعطوك عنيني حيدي الصغيرة، بالسرنج بيصابوها بيشربوها لإلها. بيرجعوا بيشربوا تاني بنت، بيرجعوا بيشربوا تاني بنت، هيدي الفيروس. أنا ما بدي أطلع لبنتي كرميلك هربت، ما بيعطوا حليب مثل زي العالم، أي حليب بيشربوا ما بنعرف. ماي عم نشربه بالحنفية عم نشربه، أنا وبنتي وولاد كله بالكاريتاس عايشين، هني بالقالون عم بيهوتوا. سبع ساعات ماني بتقومي بيعملوا برقول كل الولاد كبار بياكلوا هيدين، ما فيكي تقولي ما بدي أكل، ما فيكي تقولي ما عجبني. او بعد الظهر بيعملوا لك بالطنجره كبيره رز، بتاكلي رز وعشيه بدك تاكلي لالك لبنتك اثنين بيض اثنين بطاطا بيعطوكي. اذا ما بتنزلي تاكلي بعدين ما في اكل. او بدك تطلبي شيء بعد جمعه لينفذوا لك لو معك مساعي. كان لابد من مواجهة كاريتاس بما سمعناه عن حقيقة بيوت الإيواء التابعة لها، خصوصا أن هذه البيوت لا يسمح بدخولها إلا للعاملين في المؤسسة. بحسب أحد الحالات اللي قبلناها أنه هو في نظام قاسي أشبه بالسجون صراحة حتى المية يعني أنا لا بالعكس، يعني إذا هلأ ديجا رح تطلعي وتصوري أحد بيوت الإيواء بكاريتاس أكيد الصورة مش هيك أبدا. اللي مش عاجبه الوضع فيه بكل سهولة يفتح الباب وقلنا نحن بدنا نفل، عندهم الحرية بيجوا بإرادتهم لعنا وبإرادتهم فيهم يفلوا من بيوت كاريتاس. دليل إنه مش حبس لأنه عم بيفلوا إنه منه مجهز بما بعرف شو بحديد كله سوا. كاريتاس عنده 4 بيوت إيواء للعمال بالخدمة المنزلية، عم نأمن لهم كل المساعدات اللازمة بس يوصلوا منعطيهم الباكج اللي هي مؤلفة من كل شيء. أما عن الرقابة فكاريتاس هي القاضي والمدان في آن واحد. ما في سلطة بتجي بتشيك على بيوت إيواء كاريتاس، لا أكيد كاريتاس هون هو عم بيستعمل الانترناشنال نورمز. بعد التنسيق المسبق سمح لنا بدخول أحد بيوت الإيواء وهذا استثناء. لم يكن البيت المنشود، أي البيت المختص بإيواء عاملات المنازل بصحبة أطفالهن، ولكنه يشكل نموذجاً عن بيوت الإيواء الأخرى. لن نعلق. هذا الملجأ اللي حضرتك عم تزوريه هلأ هو للأشخاص اللي عندهم أمراض عقلية ونفسية وجسدية. بس اللي عندهم أطفال وين الملجأ طبعاً؟ في كذا محل، يعني في كذا محل، يمكن ما فينا أعطيك العنوان بشكل مباشر. بس مش موجود؟ لا مش هون. متابعة حقيقة بيوت الإيواء لم تنتهي، فسنأتي لاحقا لنتحقق بعلم المؤسسة لكن من دون التنسيق المسبق كما نأمل. يمنى فواز، قناة الجديد.